السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. قبل ما نبدا الفيديو حابب اشكر الناس اللي بتدعمني بلايك وبتكتب لي كومنتات جميله بالشكل ده. رجعنا النهارده مع بعض باكتر مود ممتع ومن القليل جدا انك تمل منه، وهو مود الشرطه. هي انا تعبت جدا وانا بدور على المود ومن كميه المشاكل والكراشات اللي فضلت تواجهني لحد ما لقيت بعض الحلول اللي تشغل المود بشكل كويس. اصدار مود الشرطه اللي هنركبه النهارده هو 0.4.7 اللي بيتركب على اصدار لعبه 1.0.1186.0 اللي هو 1.5. ولو انت اصدارك 1.0.1180.0 او 1.0.1180.2 اللي هو بمعنى اصح 1.41، ففي الفيديو ده هنحدث اللعبة مع بعض الى 1.50 علشان تقدر تركب المود. طب ازاي تعرف اصدار نسختك؟ اول حاجة وانت بتشغل اللعبة هتلاقي تحت عندك في بداية الفتح اصدار لعبتك سواء اونلاين او النسخة العادية، او انك تفتح ملفات اللعبه وتروح عندك على المشغل اللي بتشغل منه اللعبه وتدوس عليه كليك يمين، بعد كده تختار بروبرتس، بعد كده تختار ديتيلز، هتلاقي عندك اصدار نسختك. وعشان تركب المود ده انت لازم يبقى عندك اللعبه نظيفه تماما بدون اي مودات ولا حتى ملفات اساسيه. وقبل ما نبدا الشرح يا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، واسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. اول حاجة لو انت اصدار نسختك 1180 هتحتاج تحدث النسخة بتاعتك ل 1168. انا هحط لك كل الملفات في المدونة في وصف الفيديو. المدونة هتلاقي فيها اللينكات بالشكل ده كده، هتدوس على كلمة من هنا هيفتح لك على طول الملف اللي انت هتحمله. ولو المدونة مش بتفتح معاك ياريت تفتح VPN او تغير شبكة الواي فاي اللي انت متصل بيها او تفتح الداتا. طيب ازاي تحدث اللعبة بتاعتك لو انت اصدار 1180 او 1.41؟ هتفتح ملف التحديث، بعد كده هتفتح اول ملف، بعد كده هتفتح اول ملف برضو، بعد كده الملفات دي كلها كده هتيجي عندك على ملفات اللعبة بتاعتك اللي هي اصدار 1180. هكون معاك بالشكل ده، ولكن في بعض الملفات مش هتلاقيها عندك لان انا مزود حاجات هنا. هتيجي عندك على ملف التحديث، هتحدد الملفات دي كده كلها وتسحبهم كده وتسيبهم هنا في ملفات اللعبة. هتلاقي اللعبة عندك اتحدثت تلقائي، ولكن عشان انا محدث فمش هحدث مرة تانية. تمام كده انت حدثت من 1180 الى 1168. بعد كده هتيجي عندك على مود الشرطة، برضه هسيبه لك تحت. هو مود الشرطة اللي هنركبه زي ما قلت 4.7. هتفتح مود الشرطة بالشكل ده وتفتح اول ملف واول ملف مرة تانية، بعد كده هتروح على ملف سكريبت هوك في دوت نت، هتفتحه هيفتح معاك بالشكل ده. هتروح عندك على ملفات اللعبة اللي هي خلاص انت حدثتها وبقت 1168 او هي اصلا عندك 1168. تمام، هتاخد عندك ملف سكريبت هوك في دوت نت بعد ما تفتحه، وتاخد الست ملفات اللي جواه دول وتسحبهم عندك في ملفات اللعبه على طول بشكل مباشر. كده انت خلصت السكريبت هوك في دوت نت. هتيجي بعد كده على الملف اللي بعده اللي هو سكريبت هوك في بس من غير دوت نت، هتفتحه وهتفتح ملف بي اي ان، وهتاخد الملف سكريبت هوك في وملف الاخير اللي هو الاثنين امتدادهم دل، هتسحبهم برضو في ملفات اللعبه وتوافق على استبدالهم لو انت حاططهم قبل كده. كده خلاص خلصنا السكريبت هوك في. نيجي على الملف اللي بعد كده، هتفتح الSPDFR، هتفتحه هيفتح معاك بالشكل ده. هتاخد الملفات دي كده كلها، هتحددهم كلهم كده بالشكل ده وتسحبهم عندك على ملفات اللعبة، هيفك الضغط عنهم وينسخهم تلقائي في ملفات اللعبة بالشكل ده. بعد ما تنسخهم بالشكل ده خلاص كده احنا خلصنا ملف الSPD. بعد كده هتروح على ملف بتاع المشغل، هتفتحه هيفتح معاك بالشكل ده. تحدد كل الملفات دي كده من عدا الملف ده وتسحبهم برضو كلهم على ملفات اللعبة وتوافق على الاستبدال. بس كده خلاص انت ثبتت مود الشرطة. تعالوا بقى نشوف طريقة فتح المود ده ازاي. هنقفل الملفات دي كده خلاص ما عندناش محتاجين حاجة. بعد كده هتروح على ملف الSPDFR، هتفتحه، بعد كده هتفتح المشغل بتاعه، هتدوس عليه كليك يمين، بعد كده هتدوس على Run as Administrator وهتدوس على Yes، هيفتح معاك بالشكل ده. هتدوس على نيكست، بعد كده هتدوس على شو ليسنز، هيفتح معاك المشغل ده. هتدوس على اكسيت هيجيب لك اختيار تاني، هتدوس على شو سيتنج، بيطول لمده تقريبا دقيقه او اقل وبيفتح بالشكل ده. هتيجي عندك على الرقم ده، هو مش هيكون عندك 20000، تقريبا هيكون عندك 10000، انت هتخليه 20000 بالشكل ده 2 و4 اصفار. بعد كده هتيجي على البلوجنز، تختار الاخيره وتحط الصح هنا، بعد كده تختار الثانيه، بعد كده الادفانس سيتنج ما فيهاش اي حاجه، والجيم سيتنج برضو ما فيهاش اي حاجه. بعد كده هتدوس على سيف اند كلوز، بعد كده تدوس على اوكي، هتلاقيه عمل لك صح هنا بالشكل ده. هنا بيقول لك خلاص مود الشرطه اتسبب بنجاح، هتدوس على اوكي. نيجي بقى نشوف طريقه تشغيل المود ازاي. بعد ما اللعبه معاك تكون بالشكل ده، يعني خلاص انت لو كنت اصدار 1180 حدثت لعبتك خلاص وبقت 1168،
او انت اصلا كنت 1168 وثبت المود وخلاص كده المود اتثبت معاك، هتيجي عندك على ملف مود الشرطة اللي هو ده، هتشغله دايما من الملف ده. تمام كده، انت ممكن تكون اللعبة عندك بتشتغل من ملف بلاي جي تي اي في او جي تي اي في لانشر او جي تي اي 5. انا عندي بتشتغل من ده ومن ده، انت براحتك شوف انت اللعبة عندك بتشتغل من ايه. المهم هتطبق الخطوات بالظبط. هتيجي عندك على اول حاجة على ملف الشرطة، هتدوس على كليك يمين، بعد كده run as administrator، بعد كده تدوس على يس، بعد كده تروح بسرعة على الملف اللي انت بتشغل منه اللعبة وتدوس عليه كليك يمين، بعد كده run as administrator، بعد كده تدوس على يس، تيجي عندك هنا وتدوس اوكي. هيفتح بالشكل ده، هو دلوقتي مستني اللعبة بتاعتك تفتح. فتحت اللعبة بالشكل ده. طبعا اللعبة لازم تكون كلير جدا ما فيهاش اي مودات، لان انا حاولت اركبها مع مود ريدوكس او اي مود جرافيك، لان جرافيك اللعبة الاصلي مش مقبول جدا، فلقيت اللعبة مش راضية تشتغل خالص مع مود الشورت. فانا كل اللي قدرت اعمله اني ثبت مود المنيو، وقدرت اثبت الريشات، وقدرت اغير بعض العربيات الموجودة في اللعبة، بعض عربيات الشرطة طبعا، اما العربيات الاد اون لسه مجربتش. هتفتح معاك اللعبة بالشكل ده. بعد ما اللعبة فتحت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، انا طبعا مش هقدر العب المود هنا، ولكن انا قريب هنزل شرح كامل لمود الشورت ده، هشرح لك تقدر تعمل ايه في الابزار اللي هو 0.4.7، وهشرح لك برضو الاعدادات اللي فيه. اللعبة عندك مش هتفتح بالشكل ده، ولكن علشان انا فتحت المود قبل كده فجايب لي اللي انا باخد مخالفة الواحد والكلام ده. اما انت لما تكون اول مرة تفتح المود هتلاقيه بيفتح في بيت عادي، بعد كده بتروح اسم الشرطة، بتختار الشخصية او اب الشخصية اللي انت هتلعب بيها والام، وبتبدأ تختار بقى تعديلات بسيطة كلها مش محتاجة اي شرح. ولكن انا بكرة ان شاء الله هنزل لك فيديو عن شرح مود الشرطة بالكامل. نبدأ نجرب المود كده وناخد مخالفة لاي حد او نستلم اي ابلاغ. هنا انا وصل لي ابلاغ ان في تقريبا سرقة، فهنوافق على الابلاغ ده. ظهر لي هنا تقريبا ده اسم سوبر ماركت اللي هو اللي تحت ده، ونروح على المكان نطلب بس الدعم الاول عشان يوصل لنا لهناك. طلبنا عربيتين شرطة، عربية الشرطة دي انا مضيفها، دي مش تبع المود خالص، عشان لو انت ما لقيتهاش معاك ما تستغربش. هو عايز يسرق عربية، انا عايزه حي مش عايز اقتله. ناخده نوديه على السجن بتاع اسم الشرطة او اقرب اسم شرطة ليك. انا طبعا هشرح لك كل الكلام ده في الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله، ده لو انت مكمل لحد هنا يعني. انا بس بجرب المود معاكو كده بشكل سريع. هنا ده بوابة السجن، ده يعتبر اكبر اسم شرطة في لوس سانتوس. تعالوا نرجع ورا شوية عشان الدايرة صغيرة. يدخلوا الحجز بقى علشان ايه؟ يبقى مستعد للمحاكمة. طبعا كان سارق سوبر ماركت تقريبا، بس كده خلاص يعتبر خلصنا المهمة. بس كده انا ركبت معاك المود، وكمان لعبت جيم بلاي صغير كده بس اوضح لك المود لحد ما انزل الشرح بكرة ان شاء الله. ياريت لو في اي مشكلة قابلتك تبعت لي على تليجرام، هتلاقيني سايب لك لينك قناتنا في التليجرام تحت في وصف الفيديو، وتقدر تكلمني هناك. وكمان لو انت محتاج مود الشرطة لاي نسخة انت محتاجها، ياريت برضو تكتب لي تحت في الكومنتات او تقول لي على قناة التليجرام. وبس كده يا شباب، يكون انتهى فيديو النهاردة. بتمنى انه يعجبكم، ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم.